صلى مستو دافيد قال ليلويا ناشوني اسلب سيسن تبي اثمي إن جاب شوي سيفولن خيطو شوي سنارهن فكاستيرو خيطو انف اول انف اللي اي 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 لويا استاسيت متابو بوسي او اكوسومين تو اجي اوف انجيليون Κύριε φρόγγισον εκ το κα άτα με θείον Άγιο Ευαγγέλον του αναγνώσμα Χάθη κεραιέ Τυφού بخوفنا أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس واصم من بشارة مريم وعلمنا مد البشير التلميذ الطائر بركاته بنوتت اون بي اوناف شايني من مذامير ابينا داود النبي الملك بركاته كثيرة هي حزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب يحفظ الرب جميع عظامهم وواحدة منها لا تنكسر خلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم أوه.
يطوف في كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل وجع في الشعب فزاع خبره في جميع سوريا فأحضروا إليه جميع السقماء بالأمراض والأوجاع المختلفة والمجانين والمصروعين والمفلجين فشفاهم وتبعوا جمون كثيرة من الجليل والعشر المدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن ولما رأى الجموع صعدا إلى الجبل فلما جلس جاء إليه تلاميذه ففتح فا وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم أنتم ملح الأرض وإذا فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداسى من الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات.